السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التصدير للملابس الجاهزة يطالب بخفض رسوم التخليص الجمركي. قالت ماري لويس بشارة رئيس المركز التصدير للملابس الجاهزة أن من الضرورة صرف المسندة التصديرية في مدة لا تتجاوز 40 يوم من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة للمصانع. وأضافت لويس في بيان اليوم السبت 4/6/2022 في مصر أنه يجب العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، مع إتاحة مناخ جاذب للمستثمرين لتعميق تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات عالية الجودة بديلة الواردات، وذلك للإسهام في خطة الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلة للاستيراد. وأشارت إلى أهمية منح إعفاء ضريبي من 2 إلى 3 سنوات لتشجيع الاستثمار، وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى ومنح إعفاءات للمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات، وكذلك خفض الرسوم التخليص الجمركي والتي تتضمن رسوم النافذة الواحدة، حيث كانت تمثل في السابق نحو 4% من قيمة السلع المستوردة، في حين أصبحت تمثل 7.75% من القيمة، مما أصبح يشكل عبئا ماليا كبيرا على المصانع. وأوضحت لويس أهمية دخول كافة القطاعات الصناعية في مبادرة 5% لتمويل عمليات الإنتاج، وكذلك وجود معامل مركزية داخل الموانئ خاصة لقطاع الكيماويات وتسهيل تخليصها لكونها مدخلات رئيسية في الإنتاج. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.